ماما بابا، بصي انا هاخدك بقى ليوم في حفله مدرسه اليني في الكريسماس. انا ما نزلتش الفيديو ده ففرصه انزل. جماعه عايز اوريكم المحاميه بعد اذنكم كده. طالعه من مسلسل سوت اهي. ورينا. ايوه يا استاذ، اسمه ايه؟ اسر ياسين. استاذ اسر ياسين، نسيت واحده ممثله. استاذ شريهان ترامات. طيب اي حاجه. القمر. جماعه بصوا، دي المدرسه بتاعه اليني. عايز اوريكم بس، وده الفيو بتاع المدرسه بتاع اليني اهو. ده الفيو، هو جنب البيت كده كده. وده ابو المحاميه، ابو المحاميه اهو بقى، خال المحاميه. ورايحين نتفرج على المسرحيه بتاعت اليني اللي عاملاها في عاملينها في المدرسه، يعني بمناسبه الكريسماس. المفروض طالعه محاميه لبابا نويل اللي اتسجن علشان ركن غلط، فاهمين؟ فدلوقتي داخلين المدرسه. تعالوا اتفرجوا شويه على المدرسه. هي دي بقى المدرسة بتاعت إليني اللي هي بتاعت الابتدائي. هنا الأهالي كلهم بيتفقوا إن هما يجيبوا أكل، يعني سمية مثلا كانت جايبة اللي هو إيه، البيتزات والحاجات الصغيرة. حد مثلا هيعمل أكل معين، حد هيجيب حلويات، حد هيجيب عصاير، علشان بعد العرض الأهالي والأطفال يروحوا ياكلوا من البوفيه. والمعدية دي تبقى المدرسة بتاعت إليني. أيوة هي دي الميس بتاعت الفصل بتاعتها، اللي هي لابسة الزعبوط بتاع بابا نويل. وبابا نويل الصغير ده بيوزع علينا البروجرام بتاع الحفلة، اللي هو يعني مثلا هيبتدوا الأول مثلا يغنوا، بعد كده هيعملوا عرض مسرحي. الفصل الأول هيعمل عرض مسرحي مش عارف إيه، والفصل التاني هيعمل العرض المسرحي بتاعه يعني. وبالمناسبة هو سنة تانية ابتدائي، لأن في سنة تانية ابتدائي هما فصلين بس. قعدوا يغنوا شوية والفصل الأولاني عمل العرض المسرحي بتاعه وخلص. ودلوقتي هيغنوا تاني، بس معلش يا جماعة ركزوا مع إليني وشوفوا الحماس وهي بتغني الأغنية معاهم. Thank you.
اظن يعني شفتوا الحماسه والفرحه وهم قاعدين بيغنوا، خصوصا يعني ايه اليني كان عندها الحماس زياده. المهم يعني كفايه بقى كده شويه بقى الاغاني وندخل بقى العرض المسرحي. ولا يا جماعه مش هعرض لكم المسرحيه كامله يعني، هو بس الفكره ان قصه المسرحيه ان بابا نويل وهو بيوزع الهدايا ركن في حته غلط، فالبوليس جه قبض عليه، واليني كانت طالعه بدور المحاميه بتاعته علشان يعني ازاي يعني تقبضوا على بابا نويل يعني، فيدافع عنه يعني ويطلعوه من السجن. وهنا زي ما احنا شايفين اهو دي الدخله بتاعت المحامين، وطبعا معروفه المحامين اول ما بيدخلوا القاعه لازم يرقصوا. بصوا بقى انا مش عارف هي بقى كانت بتقول ايه يعني ساعتها، بس يعني هو ده السكريبت المكتوب لها. وهنا اهو يعني بتقود المظاهره او بتقوم المظاهره علشان يعني الناس يطالبوا بالافراج عن بابا نويل. وهنا يعني قال يعني الاعلام والاخبار يعني فاهم بيستضيفوها علشان يعني تتكلم عن الموضوع. بصوا انا هنا مش فاهم ايه اللي بيحصل، يعني المفروض دي القاضي والمحاميه والمساعده يعني بيرقصوا، فانا مش عارف ليه قاضي ممكن يرقص او المحاميه ترقص في القاعه، وحسيت مره واحده ان احنا ايه بنتفرج على احلام العصريه، احلام نومه العصريه، عارفين احلام العصاري دي، هو ده اللي بيحصل قدامنا. ودي رساله مباشره للاستاذه مي عمر نعمل افوكادو، يا ريت بقى تتعلمي ازاي تعملي الرقصه صح بعد كده يعني. والحمد لله خلصنا بقى من ام الفقره بتاعت الرقصه، وداخلين دلوقتي بقى على المسرحيه تاني. بس والله بجد سؤال، ايه رايكم في طقم المحاميه اللي اليني كانت لابساه؟ الجاكيت ده والله انا جايبه من محطه الرمل، عارفين بتاعت محلات اللي هو البدل وفساتين الافراح بتاعت الاطفال، انا بقى جبته من عندهم، جبت لهم جاكيت بدله رجالي يعني عملناه نوع حريمي كده علشان اكنه لبس واحده محاميه. المهم بقى ان بابا نويل طلع بقى من السجن يعني اهو هيوزع بقى ايه الحلويات على الاطفال، والحمد لله يعني طلع بالسلامه الحمد لله، والمسرحيه خلصت برده الحمد لله. وفي نهاية يعني المسرحية بقى الأطفال هيغنوا، والمدرسة بصراحة عملت لهم مفاجأة حلوة قوي. مدير المدرسة جاء، هو ده المدير بتاع المدرسة بتاعت إليني، جاء يعني بيشكر الأطفال على الحفلة اللي هم عاملينها وكده، وبقى بيعلن لهم يعني على المفاجأة، يعني بيقول لهم استنوا كده علشان لسه المفاجأة ما خلصتش يعني، الحفلة خلصت يعني بس لسه في مفاجأة كده في الآخر. إن المدرسة جابت لهم بابا نويل علشان يوزع على الأطفال الهدايا. وكل طفل بقى اخد الهدية بتاعته، والحفلة يعتبر يعني خلصت. وده كان الحفلة دي بتاعت المدرسة، وريتكم اليوم بتاع إليني في المدرسة وكده. ممكن بس اوريكم فيديو بقى تاني وإليني مع اصحابها بقى بتلعب في الحتة اللي هي بتاعت الاطفال اللي هو لعب الاطفال. وهنا بقى يوم تاني إليني وشلتها بيتخانقوا مع شلة تانية. ما إليني